السلام عليكم أحبائي في الله، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي نهضر لكم على واحد النظام اللي هو سيستيم دو غوسيكلاج دي فابور دي سانس. الفيديو غادي يكون قصير، المهم غير توصل المعلومة. المهم بعدا غادي نشرح لكم هذا السيستيم كامل، وغادي ندوزو يعني الأعطاب اللي كيدير، المشاكل اللي كيوقعوا فيهم بزاف ديال الحريفية. غادي نهضروا بعدا على الريزرفوار كيف ما كتشوفوا. هي هذه هاد ريزرفوار ليسونس اللي فيها كيكري لنا واحد بعض لي فابور، يعني كانوا شحال هادي يعني في الطوموبيلات الكلاسيك كانوا كيضيعوا لنا، دابا ولينا كنستغلوهم باش ننقصوا من التلوث ونحدوا من لا كونسوماسيون. كيف ما كتشوفوا هاد الكانيستير هذا كيأسبيري لنا واحد لي فاب، دوك لي فابور بابا اللي كتبقى لنا ديال ليسونس كي اسبيريها لعندو. كيف ما كتشوفوا هاد الالكتروفان هذا كيتكوموندا بار كالكيلاتور وخدام يعني بدوز فولت، هو اللي كيخلي لنا هاد لي فابور هادو يدوزو لنا الكونيكتور ديال لادميسيون. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكانيستير، كاينين جوج اشكال كيكونوا فيه، كيكون اما مربع اولا داير بحال شي فلتر، وكيكون بحال ما هكذا الشكل ديال الفلتر، وهذا هو الالكتروفان كما كتشوفوا راه 12 فولت. أغلبية الأماكن اللي كيكون فيها هاد الكانيستير هذا هي من تحت السيارة جنب الريزيرفوار. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكانيستير، يعني كيأسبيري لنا لي فابور من هنا من الريزيرفوار وكيجمعهم عنده. وإمتى كيمشيو لنا الكونيكتور؟ في داك لومومو فاش كيكون الموتور في لارانتي، الكالكيلاتور كتجيب الفورماسيون من كابتور دو ريجي موتور بان الموتور كيدور غير في لارانتي، و اوتوماتيكمون كتكوموندي لنا هاد الالكتروفان هذا باش يطلق لنا هاد لي فابور هادو باش يدخلوا لنا في داك يعني في داك لو مومو. الاخوان العطب اللي كيكون بزاف هو ان هذا كياكل العصا، هاد الالكتروفان هذا كياكل العصا، اما كيكون عندنا الريحه ديال ليسانس في داخل السياره ولا جنب السياره، وكتسكت لنا السياره في داك لومومو فاش ما كتكونش انت مورك على لاكسيليغاتور. غادي نعاود الشرح، الاخوان ركزوا مزيان في هذا الديفو، هذا هو اللي شائع بزاف، ان فاش ما كنوركش على لاكسيليغاتور كتسكت ليا السياره، وفاش كنكسيري كيبقى ليا الريجيم عادي كلشي مزيان. الاخوان هاد الالكتروفان كيتكوموندا في لو مومون فاش ما كتكونش نتا مورك على لاكسيليغاتور، اون فوا تتورك على لاكسيليغاتور يعني هو كيحبس يخدم اوتوماتيك كيف ما كان في الاول. كان عندنا لانجيكتور هو اللي كيعطي وكيدخل لنا لير من هنايا. فاش ما كنكونوش حنا مكسيريين كيكون لنا هاد البابيو هذا مسدود كيف ما كتشوفوا راه مسدود، وكيدوز لنا لير من هاد البايباس هذا، وهاد الموتور با كيتحل لينا باش يدوز لنا لير من هنايا، وتا هو كيتكوموندا با كالكيلاتور فورم فاش كيعطي هاد الكابتور ديال ريجيم موتور فورماسيون بان الموتور كيدور غير في الدوره في لاران يعني في لارانتي. كيتكوموندا هاد الموتور با ابا كيتكوموندا لنا هاد الالكتروفان هذا بجوج في دقه، لير كيدخل لنا من هنايا وهاد ليسانس هذا كيدخل لينا من هنايا. الاخوان فاش كيضرر واحد من هاد ليزاكتياتور هذا بحال هاد الالكتروفان هذا وهاد الموتور با ابا السياره كتسكت لينا في داك لو مومون ما كنوركوش على لاكسيليغاتور. وفاش كيكون عندنا شي مشكل في هاد يعني في هاد الكانيستيرا ولا في هاد الالكتروفان هذا، كيكون اما كتكون عندنا الريحه ديال ليسانس جنب الطوموبيل اولا داخل من الطوموبيل، اولا كيكون عندنا واحد كديراطي لنا السياره. والديفو الاخر اللي هو فاش كيكون المحرك فلارانتي يعني انت ما باركش على لاكسيليغاتور كيسكت لينا المحرك. والديفو اللي كيطيحوا فيه صحاب الميكانيكي يعني الحريفيه اللي ما كيكونش عارف لهذا السيستيم هذا بلي كيكون هذا موتور با ابا وكيكون هذا الالكتروفان هذا، كيجي هو صافي فاش كتسكت ليه السياره في داك لو مومو كيجي هو كيزيد ليها في الريجيم، يعني كيزيد في الريجيم باش يتحل لنا هاد البابيو هذا. ان فوا تيتحل لنا بابيو شويه تيدخلنا لير وصافي كيتكوموندا لانجيكتور، يعني هادو ما تيبقاوش خدامين وتتبقى عندنا الريحه ديال ليسانس. والكود ديفو اللي كيعطيني في لاباراي دياغنوستيك هو B0446. كيف ما كتشوفوا سيستيم دو بيرج كانيستير. الاخوان نتمنى ان الفيديو عجبكم، ونتمنى انكم ترحموا لي على الوالدين والله يسخر لكم. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.